دافعين عن عقيدتهم. كشف الشيخ يحيى محمد منصر قائد مقاومة الزرانيق بمحافظة الحديدة عن استخدام ميليشيا الحوثي الإيرانية لمواكب البعثة الأممية لعمليات تهريب أسلحة ومسلحين إلى مناطق التماس مع القوات المشتركة في مديريتي الجراح حيز في محاولة منها الهروب من رصد القوات المشتركة لتحركاتها العسكرية. خرجت هذه البعثة مع سيارات سيارتها الخاصة التي هي معروفة بين، ورافقهم أكثر من 8 أطقم أو محملة بالأسلحة، والأطقم وزعت الأسلحة. وفي الليل حصل الهجوم على المعسكر، معسكر اللواء الأول زرانيق. وأضاف قائد مقاومة الزرانيق بأن عملية تماهي وتغاضي البعثة الأممية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية يشكل خطرا على محافظة الحديدة. من حيث إلى الحديدة يوميا القتلى والدماء تنزف، والأمم المتحدة والبعثة الأممية لا تحرك ساكنا، وأن لم يكن شيء موجود. أكد الشيخ يحيى محمد منصر بأن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية الأخير يهدف إلى تحويل الحديدة إلى قاعدة للإرهاب والعربدة الإيرانية في اليمن والخليج والمنطقة العربية امتدادا إلى الممرات الدولية. فصمت المجتمع الدولي وبعثته الأممية إزاء التصعيد العسكري لميليشيا الإرهاب الحوثي يضاعف من تمردها واستمرارها في تفخيخ الجهود الأممية للسلام في اليمن خدمة للأجندات الإيرانية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.